المساء الجميل في هذه الامسيه الرياضيه ايضا وعبر قناه دبي ريسنج. ينطلق شوط الختام مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطنا الثاني عشر وهو الخاص بالزمول المهجنات الاصايل المملوكه لاصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا المعتاده والمقرره هي 6 كيلومترات. ننطلق بهذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع الاثاره، نتابع ايضا الانطلاق المباشر والاندفاع في لحظات الأولى من عمر هذا الشوط. أرى هناك اللي قاد المجموعة هم قصص بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. شاهين مع المركز الثاني ينطلق بدوره إلى الصدارة والمقدمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان. نقلتنا التالية مع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث وأرى نجد ياتي ثالثا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يقوده سعيد بن عبيد الحميري. المركز الرابع من الجانب الاخر ارى التسلل ايضا بالشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على ظهر مبشر، يقوده سالم بن حمد بن هيان العامري. ولكن كارفور من الجانب الاخر ينطلق مع المركز الثالث بالشعار سمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي وعلي بن سعيد الخاطري، متابعا ومنطلقا مع كارفور اللي انطلق بدوره مع المركز الثاني. كي أرى مقصص ياتي ثانيا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري، متابعا لهذا الانطلاق طواش مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفه، يقود واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ولكن التسلل في هذه اللحظات يسرا مع شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي والسير بن سالم العامري، من بدا يدفع ايضا بشاهين ينطلق مع المركز الثالث. اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية والكوكب رباعية، الكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أكثر من اسم على المقدمة والصدارة بقيادة شاهين اللي صامد على مقدمة هذا الشوط منذ البداية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان. ولكن أرى طواش بدأ يطوف، وأيضا بدأ يطوف وينتزع الصدارة طواش على المقدمة بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، اللحظات الأخيرة النقطة العاشرة في هذا المساء الجميل. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التهاني أيضا موصول لحمد بن راشد بن غدير. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني يصل في شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث مقصص سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، المركز الخامس يصل في نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن نعود مع التوقيت الزمني. هذه لحظات وصول طواش إلى خط النهاية، يقطع المسافة في 10 دقائق 5 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة لحمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثاني وقدم عرض يشكر عليه شاهين 10 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهاني أيضا للسهيل بن مبارك بن مرخان، بينما اللي وصل مع المركز الثالث مقصص 10 دقائق 6 ثواني 9 أجزاء من الثانية توقيته الزمني. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم والتهاني لسعيد بن عبيد الحميري.